صاحب مؤهلات بدنية قوية وسط ميدان دفاعي من طراز عالي. المحترف التونسي القادم الجديد هذا الموسم إلى نادي الإمارات دخل أجواء الكرة الإماراتية بسرعة ودون عوائق لما يتمتع به من عقلية رياضية عالية وحرفية في رسم المسيرة الناجحة وخبرة طويلة على الملاعب الأوروبية. لعبت مع نادي باريس سان جيرمان أين تعلمت كرة القدم منذ الطفولة، كما لعبت ببلجيكا وتركيا قبل أن أتحول إلى تونس حيث لعبت مع الترجي الرياضي التونسي وحصلت معه على ألقاب عديدة ومختلفة أهمها بطولة الدوري في أكثر من مرة. قدمت إلى نادي الإمارات لمساعدة الفريق على إيجاد توازنه داخل الملعب وخارجه اعتمادا على تجربتي الاحترافية، وسأقدم أقصى الجهد من أجل الفريق، وهذا ما قمت به دائما مع مختلف الأندية التي لعبت لفائدتها، وأتمنى أن أقدم موسما جيدا في الدوري الإماراتي كما أتمنى لمنتخب بلادي تونس الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا العام المقبل. بخبرته الاحترافية الطويلة على الملاعب الأوروبية والتونسية، القادم الجديد هذا الموسم إلى نادي الإمارات حسين الراقد يحمل أمال الفريق وجماهيره في المساعدة على ضمان بقاء النادي في دائرة الأضواء ضمن دوري المحترفين الإماراتي. هنا براس الخيمة وبنادي الإمارات، التونسي الفرنسي حسين الراقد في مهمة ضمان التوازن لخط وسط الميدان الدفاعية والمساعدة في تحسين المردود التنافسي للفريق. اللي يهمنا نحن هو الفوز على النوادي اللي في نفس مستوانا، تعرفوا طموحاتنا هي ضمان البقاء بطريقة مريحة. بالإضافة إلى دوره الدفاعي الهام بالنسبة للفريق، فإن متوسط الميدان الدفاعي حسين الراقد يجيد أيضا المشاركة في البناء الهجومي وتسجيل الأهداف، ويرى فنيون أنه مثل إضافة هامة بالنسبة لنادي الإمارات هذا الموسم. نبيل المعلاوي لليوم على الحرة، راس الخيمة.